تميز تونس بامتداد شريطها الساحلي وجودة شواطئها، إلا أنه خلال جولة اكتشفنا أنه سواحلنا تعاني من عديد المشاكل وعلى رأسها التلوث والصيد العشوائي. في صفاقسة يقولوا صفاقسية إنهم ما عندهمش بحر بحكم إنهم ما يستمتعوش بيها كغيرهم من المناطق الساحلية بسبب وضعيته الكارثية اللي تتسبب فيها المصانع وينضاف للتلوث شبح آخر يهدد الثروة السمكية واللي هو الصيد العشوائي. من المبكيات أن صفاقس هي مدينة على البحر ولكن محرومة من شريطها الساحلي، هي المدينة الوحيدة تقريبا في العالم التي حرمت من بحرها بفعل التلوث الصناعي، سواء كان بالنسبة للساحل الجنوبي عن طريق شركة أو معمل السياب اللي انطلق في العمل منذ سنة 1952، أو في الستينات عن طريق معمل لامبيكا والحمد لله الذي أزيح وتم تفكيكه. ما ضرور البحر من السبب متاع من دون تطهير ومن السياب، هذا هم اللي كل بحر ما حد شيقة ما حد تشوف هذايا صلصال، هذا هذايا ما هوش حجر ذكره صلصال، فهمتني؟ لا تعيش فيه لا حوتة لا كلوفيس، طيب كلوفيس هذا نجيبه فيه من بعيد معناتها تحبنا. اليوم هاك تتفرج من كثر الصيد العشوائي الفساد في البحر راحنا قاعدين نتعرضوا أول حاجة للهزان هالدرينة تكرر تتقام ما تقيتش الغافي في البلاصة نتاعها، والثاني حاجة الرزق معناتها الصيد الكل اللي كيهزوا من اللي قد معناتها نقولوا احنا من اللي ما تشافش، وكارثة كبيرة في عدد وزاد كملت علينا احنا هذه الدرينة اللي نقولوا لها الدرينة القرنيطة نتاع البلاستيك يطعموها بالفكرون، كل الدرينة تلقى فيها 4-5 قلوب نتاع عشوابي في وسط منها ميتين، ودون اللي كعبة الحوت أجود من ما تصورها بالك. جابس تعيش تقريبا نفس معاناة صفاقس واللي بسبب التلوث والصيد العشوائي شهدت شواطئها ظواهر غريبة وجديدة على غرار ظهور الحريقة بشكل ملفت. 61 عام البحر ما كانش كي من التلوث، قبل كان بالقديم بحر غنوش قالك معروف من يوم الجد بحر غنوش، تواك البحر عمله نقص من التلوث، تعال شوف هذا التلوث البحر خيث من التلوث هذي، هو شوف البحر هكاي أنا كل خيث. السبب الرئيسي فيها هو ارتفاع في درجة حرارة مياه البحر، بطبيعة كما تعرفوا هذا زاد ساهم اللي ساهم فيه هو الجفاف الموجود معناته وحرارة الطقس بطبيعة في تونس الفترة الأخيرة. ثم السبب الثاني هو الصيد العشوائي والتلوث. المستير يعاني فيها البحارة من شح البحر بسبب انتشار ظاهرة الصيد العشوائي اللي ما يحترمش المواصفات المنصوص عليها ومواقيت الصيد، هذا دون الحديث عن التلوث ومخلفاته. يبدأوا يخدموا بالأشباك معناها مش في وقتها، معناها العين جويدة ولا معناها يضروا بالوحم. نقطة من النقاط السوداء اللي موجودة واللي هي متسببة جوستومون في الوضعية الكارثية لخليج المنستير بصفة عامة ولبحر قصيبة بصفة خاصة هو وجود محطة التطهير باتخلوان من صيادة، واللي أكيد أن المحطة هذه هي في المرحلة الحالية غير قادرة على استيعاب كل المياه المستعملة اللي قاعدة توجه لها. سوسة ورغم أهمية سواحلها كمدينة سياحية إلا أن العديد من شواطئها ما سلمتش من سموم المعامل والمياه المستعملة. بالنسبة للماء اللي هنا نسخن اللي هنا هذا كل كي جاي من المعامل، فهمني؟ معامل مش صفي، ما يصفي في الوسخ نتاعها، ما يصفي في الوسخ نتاعها نتاع المعامل نتاعها. وبالنسبة للناس وناس إذا مش قاعدة تصفي، قاعدة تسيء في الماء مسخ، فهمني؟ وبرشا ناس مرضت في الحومة هذه، وبرشا حتى صغيرات مرضوا، هاني بيدي مرضوا. سوسة المستير صفاقس وجبس أربع ولايات ساحلية تعاني شواطئها من ظاهرة التلوث والصيد العشوائي بشكل كبير وملفت ومرشح للتطور وسط غياب حلول جذرية تنقذ ثروة بيئية واقتصادية واجتماعية.